بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. حلقتنا اليوم بإذن الله تحت عنوان فن إدارة الأزمات. لابد للإنسان أن يكون عنده احتياطي في كل شيء، في فكرته، في حياته، في أسلوبه، الطريقة البديلة. أي إنسان بيركب سيارة، هو راكب عربيته وماشي على أربع تواير، أربع كاوتشات، معاه في الشنطة واحدة خمسة. ليه؟ لربما واحدة تعطل فيركب البديل. وصلنا تقدم أكثر، إن مع كل سيارة حاليا بتلاقي باور منفاخ هوائي أوتوماتيك. لربما الاحتياطي كمان اللي عندي يكون ناقص هواء، فبقى زوده زيادة حيطة وحذر. تلاقي بعض العربيات فيها 2 تانك بنزين، ليه الاتنين؟ لربما وأنسى أن أنا أعبي بنزين وأنا ماشي، فيكون عندي السبير الاحتياطي. حتى اللي ما فيهاش احتياطي، العداد يبين لك أن خلاص البنزين عندك خلص، ممكن تمشي 10 و20 كيلو. فن إدارة الأزمات نفس الفكرة بالضبط، أن الأمور عندي ماشية طبيعية طبيعية طبيعية، لكن ممكن في وقت معين هيحصل عندي أزمة، إزاي أديرها؟ ساعتها أفكر وأجري في الشارع شمال ويمين دون دراسة ودون إعداد؟ لا طبعا لا يصح. كل الوزارات لها أوقات معينة بتشتغل، ممكن خميس وجمعة أجازة. بعض الوزارات تشتغل معاك من 7 صباحا مثلا الساعة 2 شكرا، إلا المحليات. المحليات بتشتغل 24 ساعة. الكهرباء حدش يستغنى عنها، إذا فصلت تواصل. المية حدش يستغنى عنها. الطرق 24 ساعة المحليات بتتعامل مع البشر مباشرة، ودي بيبقى فيها صعوبتين. الصعوبة الأولى إن أنا 24 ساعة متواجد. الصعوبة الثانية إن بيتصدر المشهد واحد يكون مسؤول، ممكن ينجح هذا الأمر وممكن يرجع عليه سلبيا، بل وعلى المحافظة كلها أو على الهيئة أو على الوزارة. اللي حصل عندنا في كل محافظات مصر، الأرصاد الجوية لأول مرة ألاقي هذا الجمال. تنبؤات العلم يستخدم حاليا، إن عندنا في مصر منخفض الخميس الماضي، وعلى أثره الحكومة مشكورة أخذت بالرأي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعلنت بالفعل الحكومة المصرية أن يوم الخميس أجازة، وهذا من لطف ربنا سبحانه وتعالى علينا. لكن مع تساقط الأمطار ومع الرياح، وآسف أن أنا أقول الكلام ده، وعدم الاستعداد استعدادا جيدا، حدثت بعض الكوارث. نعم بعض. معانا الأستاذ محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الرئيسي لهيئة الأرصاد الجوية. السلام عليكم أستاذ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور رمضان، أهلا بيك. أنا شاكر ليك وشاكر لكل من يعملون بالأرصاد، لأول مرة نرى هذه الدقة علميا. تحذيرات يوم الخميس وحدث ما قيل من قبل الأرصاد الجوية، لكن اسمح لي وآسف أن أنا أقول هذا للشعب المصري، تنبؤات أن الخميس القادم ربما يحدث نفس الشيء عندنا، منخفض أيضا، ويكون جمهورية مصر العربية على وعد مع الأمطار والرياح مرة ثانية. رأي حضرتك يا أستاذ محمود؟ لا طبعا ده شيء عاري تماما من الصحة. يوم إن شاء الله يوم الخميس القادم أجواء شتوية طبيعية، انخفاض في درجات الحرارة ما بين 18 و19 درجة مئوية فقط خلال ساعات النهار، ما فيش انخفاض أقل من كده. تمام. نشاط الرياح محدود وغير مؤثر على الأنشطة اليومية. سقوط الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد. أستاذ محمود، يعني حضرتك لما أعلنت هذا الأمر، يعني كان عندكم الجدية، ولما الحكومة أخذت بهذا الكلام معنى الكلام ده أن مصر تغيرت؟
يا فندم معنى كلام ايه؟ معنى الكلام ده ان الارصاد تعلن شيء والحكومه تاخد بهذا الراي، فان مصر في تقدم واصبحنا بنتعامل حاليا علميا ليس مثل ما كان بالامس. يا فندم الحمد لله مصداقيه التنبؤات في الارصاد الجويه بقى لها فتره طويله بمنتهى الدقه، والا لو ده مش صحيح ما كانتش الحكومه خدت اجراء استباقي، تمام. لان طبعا لو تنبؤات الارصاد يعني مشكوك في امرها في بعض الايام او في بعض الاحوال اكيد طبعا ما كانتش بقت يعني الامور اتخذت بهذه الجديه. احنا طبعا والبيان اللي اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه قبل الحاله ب 72 ساعه كان بيان شديد اللهجه، تمام. وفي المؤتمر الصحفي اللي انعقد قبل الحاله بيوم كلمنا طبعا اللي انعقد في مجلس الوزراء في حاضره طبعا السيد وزير الطيران ووزير الري ووزير الاعلام و السيد اللواء هشام طاحون رئيس هيئه الارصاد، وفي وجودي انا محمود شاهين مدير التنبؤات. تمام. وقلت قلنا طبعا الارصاد قالت يوميها ان الارصاد ما بتهولش وما بتهونش، دايما تمام. الارصاد الجويه التنبؤ بيكون او البيان اللي بتصدره بيبقى على قدر الحاله، فالبيان احنا مطلعينه شديد اللهجه والحاله القادمه شديده اللهجه، تمام. ده اللي قلناه فعلا قبل الحاله بيوم. وزي ما حضرتك ما شفت والشعب المصري كله شاف الحاله قوتها عامله ازاي، فاحنا كنا طبعا موضحين الحاله بالتفصيل وقلنا القوه بتاعتها، وقلنا برضو الشعب المصري ما يخافش بس يتعامل مع الامور بجديه لتقليل الخسائر اللي ممكن تكون ممكن تحصل يعني نتيجه هذه الحاله. الاستاذ محمود يؤكد حاليا في البرنامج مع القاده ان ما يقال ان الخميس القادم به منخفض ورياح عاري تماما عن الصحه، وهذه ليس الا اشاعه. طبعا الكلام اللي بيتقال ان الخميس الجاي مشابه للخميس الماضي ده كلام غير صحيح بالمره. اجواء شتويه طبيعيه زي ما ذكرت لحضرتك، نشاط رياح طبيعي، سقوط امطار من خفيفه لمتوسطه، ودرجات الحراره اقل من المعدلات ولكنها مش اقل بكثير. كلمه اخيره يا استاذ محمود لبرنامج مع القاده، ماذا توصي به الشعب المصري؟ طبعا الشعب المصري بقدر الامكان يستقبل تنبؤات الارصاد الجويه او حاله الطقس من الهيئه العامه للارصاد الجويه ومخرجات الهيئه العامه للارصاد الجويه فقط، وما يلتفتش لما يقال على بعض وسائل التواصل الاجتماعي الا يعني لو شافها او سمعها يحاول ياخد التاكيد والمصداقيه من الهيئه العامه للارصاد الجويه. الاستاذ محمود شاهين مدير مركز التحاليل الرئيسي لهيئه الارصاد، شكرا لحضرتك. العفو. طبعا مشاهدينا الكرام، تحت فن اداره الازمه بنقول لازم يكون عندي الخطه البديله. طيب انا عندي الناس لن تستغني ابدا عن الكهرباء، ولن تستغني الناس عن المياه، ومحتاجين طرق نمشي عليها. ايه الخطه التي كانت كل محافظه تستعد لهذا الامر؟ في مشاكل حصلت في كل محافظات مصر، ويمكن برنامج مع القادة منذ أن أعلننا صباحا عن الحلقة أمور كتيرة جدا جدا وصلت إلينا. أكتر محافظة كانت متضررة محافظة الفيوم، والسبب أن محافظة الفيوم محافظة حدودية، كل المياه بتصب في الآخر اللي هي مياه الصرف الصحي الصرف الزراعي في التصب في الاخر في محافظه الفيوم لانها منخفض. المياه هذه كانت بكميه زياده مع الامطار، فحدث امور للاسف المحافظه لم تكن مستعده لها. عندي الغرق في اطصا، النزله في يوسف الصديق اصابها ضرر شديد جدا، قريه سرسنة القريه العائمه وكفر عميره بطميه، مشيد طنطاوي بسنورس وفيها حكايات وفيها كلام، قرية سيلة والصفيح والشركة والنصرية أصابها الطرق أغلقت تماما، الكهرباء في مشاكل، الحبون وخلف سنورس، عزبة قلمشاء التابعة للوحدة المحلية بألهانة، شكرا لشبابها، شكرا لأستاذ عصام الدوح، للساعة 2 بالليل الناس واقفة حتى تبعد المشكلة عن كل البيوت. للأمانة تحية لكل شباب محافظة الفيوم في كل القرى، وجدت شباب محب لبلده، أقولها بملء فيه، شباب بمعنى الكلمة، هم اللي ربنا جعلهم سبب إن هم يدافعوا بقوة عن بلادهم.
ايضا في قرى كتيره جدا حصل تواصل معنا اليوم. قريه الدسيمي، مركز الصف الجيزه، مأساة فعليا، محتاجين حمله اغاثه، قاعدين من غير اكل ومن غير شرب، والصيدليات اغرقت، والناس الان تطلب مناشده. السيد محافظ الجيزه، السيد مدير امن الجيزه، كل مسؤول وكل شريف محافظه الجيزه ارجو المتابعه. معانا على الهواء مباشره الاستاذ عماد من الفيوم. السلام عليكم استاذ عماد. تحياتي استاذ رمضان، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ عماد، اتفضل حضرتك. احمد شفيق النازله يوسف الصديق الفيوم. اهلا بحضرتك يا عمده. في البدايه تحياتي لحضرتك والبرنامج حضرتك المميز والفريق الاعداد. الله يعزك حبيبي. حضرتك الموضوع باختصار، قريه النازله احدى قرى التابعه لمركز يوسف الصديق الفيوم. تمام. وهي من اقدم قرى الفيوم، وهي تعدادها حوالي 30,000 نسمه. 30,000 نسمه، نعم. تمام يا فندم. طبعا حضرتك تابعت سوء الطقس الايام اللي فاتت من يوم الخميس اللي فات. تمام. طبعا النازله باختصار في مصرف الوادي معدي من وسط البلد. تمام. وده بيجي من الريان. تمام يا فندم. تمام. وبيصب في بحيره قارون مرورا بالنازله. تمام. تمام، في حوالي 300 منزل عند كوبري النازله. 300 اسمه 300 منزل، اسر كامله بكل مشتملاتها قاعدين جنب كوبري وادي النزل. تمام. 300 اسره كامله. تمام. تمام يا فندم. الكوبري طبعا ده قايل للسقوط من زمان، واحنا طالبنا مرارا وتكرارا بهذا عشان يجددوا الكوبري، ونشيدنا الري وكل القيادات، لكن لا حياه لمن تنادي. تمام. تمام يا فندم. نشيدنا انهم يبنوا الكوبري ولا حياه لمن تنادي، وطبعا الاخوه بتوع الري رفعوا البوابات في الريان. الو؟ طب يا استاذ عماد خليك معايا برضه، متابع معايا النائب ربيع ابو لطيعه، النائب عن مركز يوسف الصديق. تمام العمده ربيع يا فندم. معايا العمده ربيع، كمل. اهلا بك يا عمده. اهلا ازيك يا دكتور؟ سياده النائب شرفتنا ونورتنا. سياده النائب معانا عماد شفيق من النازله، بيتكلم عن مشكله النازله وما حدث، ان الكوبري بالنازله كوبري وادي النازله كوبري وادي النازله و300 بيت عند الكوبري. كمل يا عمده والنائب معانا على التليفون. طبعا الاخوه بتوع الريان المنسوب مرتفع فيه طبعا نتيجه الطقس والمياه الزياده، رفعوا البوابات شويه اللي هي بتصب في وادي النزل. تمام. ده ادى لارتفاع المنسوب المائي بالوادي لم يحدث من قبل، احنا ما شفناش الارتفاع ده من قبل كده. تمام. وده طبعا ادى لكارثه انسانيه بمعنى الكلمه، ماساه حقيقيه ل 300 اسره، جميع البيوت غرقت تماما بكل مشتملات البيوت. طب والناس فين؟ الناس دلوقتي حاليا جاء المحافظ وجاء بعض القيادات، طبعا عمده كمال السلومه موجود ورئيس الوحده موجود من اول دقيقه، في مركز شباب في السنجق. احنا معانا صور على الهواء مباشره حاليا من قريه النازله، مركز يوسف الصديق محافظ الفيوم. طبعا عملوا مسكن في مركز شباب السنجق، ده مركز مجهز، وجاب الهلال الاحمر، جاب عباره عن مراتب وحاجات واعداد معيشه، لكن للامانه الناس ما طلعتش فوق. تمام. لان طبعا دي اسر كامله، ومش المكان مش هيسمح بالعدد ده كله. الاستاذ عماد شفيق شكرا لحضرتك. على الاتصال معايا سياده النائب. السلام عليكم سياده النائب. عليكم السلام ورحمه الله. سياده النائب سمعت حضرتك ما حدث في قريه النازله مركز يوسف الصديق، حضرتك تمام. شايف ايه المشكله؟ بص يا معلم، هو طبعا نتيجه العاصفه والامطار اللي حصلت على الجمهوريه كلها. معاك يا عمده اتفضل. سامعني يا دكتور؟ ايوه سامعك يا عمده سامعك. نتيجة الأمطار اللي حصلت على الجمهورية كلها حصل زيادة في منسوب ماء البحر والصرف بالتأكيد طبيعي. تمام. فمصرف الوادي منسوبه ارتفع لدرجة إن هو غطى كوبري الوادي دوت لأنه منخفض شوية، وطلع منه على البيوت غرق حوالي 60 بيت. 60 بيت؟ أيوه تقريبا 60 بيت بالظبط يعني. فتم اتخاذ اللازم من ناحيه المحافظه ومجلس المدينه والهلال الاحمر والتضامن والتموين، وكله قام بدوره بحقيقه، وجهزوا مركز شباب السنجق، والتموين ووفر عيش وكده والكلام دوت، والناس رفضوا يسيبوا اماكنهم، هم راحوا عند ناس قريبهم بس راحوا ورفضوا يقعدوا، لان طبعا 60 بيت في عائلات، وهم خدوهم على مركز شباب، جابوا بطاطين ومراتب وحاجات وجهزوها، بس الناس بالفعل زي ما قال لك اخ عماد كده ما راحوش الناس يعني. تمام. عادات وتقاليد ومش هيقدر يسيب بيته وعياله. تمام. لكن هو الشغل شغال، وهي العمليه طبعا خارج عن اراده الناس كلها طبعا نتيجه الاحوال الجويه، واحنا تواصلنا امبارح مع الناس مسؤولين الري، وهم بدأوا النهارده بقفل جزء كده من ميه الري على اساس نخفض المنسوب هنا،
لان حصل برضو ان بحر البنات غرق في قطع على قريه زفار وعلى قريه رواه وعلى قريه حنا حبيب، كذا قريه اديروا من الحكايه دي سيادة. لا بس الحمد لله ما فيش خسائر بشريه. لا الحمد لله ما فيش خسائر بشريه خالص، بس هو في النادي في خسائر ضخمه جدا، وفي عزبه الصعايده تحت برضو في نهايه الوادي نفس القصه، لسه يعني راجع من هناك حالا، وشغالين دلوقتي تكليك في مصر في الوادي على اساس نسحب اكبر كميه ممكنه من الميه، بالاضافه لان الري قفل جزئي، فان شاء الله هيخف المنسوب على الليله باذن الله تكون الامور يعني شبه استقرار، لكن هو الوضع سيء جدا طبعا، ووضع الناس بالفعل يعني وضع، لكن ما حدش اتاخر، لكن هي قصه يعني اكبر من الناس يعني. سياده النائب هم لهم طلبين، طلب الكوبري اللي هم مرارا وتكرار نشده، ولكن لا حياه لمونتنادي زي ما الاستاذ احمد قال. هو الكوبري ده بصراحه فعلا ده يعني كذا مره احنا قبل كده اتكلمنا فيه، وكنا عايزين ننقل الكوبري ده في يعني في المنطقه في مقابله الطريق اللي جاي يعني كده في مرتفع، ولكن هو لسه لغايه دلوقتي ربنا يسهل، يمكن رب ضرة نافعة يمكن الموضوع ان شاء الله. الطلب الثاني سياده النائب، وزيره التضامن اعلنت ان في زي اعانات او تعويضات لبعض البتر المتضرره، اتمنى ان يدرك اسامي هؤلاء من ضمن الناس ان شاء الله اللي يتم تعويضهم عن لا ده مش تتمنى، ده هو بالتاكيد هيدرك في اول الناس يعني، انا فعلا اديره يعني. يعني أنا في أسماء وصلت لنا سيادة النائب أجمعها لحضرتك وأبعت لك كل الأسماء اللي وصلت للبرنامج مع الخدمة. الوحدة المحلية حصلت الأسماء وموجودة، وإن شاء الله يتم تبليغ وزارة التضامن بالأسماء، ويمكن يتبلغوا كمان دلوقتي، وإن شاء الله لو في تعويضات هم هيكونوا أول ناس ياخدوا تعويضات يعني. سيادة النائب ربيع أبو لطيعة، شكرا لحضرتك. يعني زي ما شفتوا إحنا عرضنا فيديو، إحنا جات لنا بالأمانة فيديوهات كلها مأساوية، وده بسبب سوء التخطيط. انا ذكرت ان احنا عندنا اداره ازمات ما بنديرهاش اصلا وما بنفكرش فيها الا اثناء الازمه. سيد محافظ الفيوم، سيد دكتور عماد عفوا محمد عماد عبد القادر نائب المحافظ اللي هو هشام دره، للامانه لفوا كتير وتعبوا كتير والامر اكبر من طاقتهم. انا عايز احل المشكله، وعايز يكون عندي فن إدارة الأزمات. أعمدة الإنارة اللي في محافظة الفيوم يجب أن تزال. أنا مش عايز أصدر صورة تشاؤمية، لكن للأمانة أنا شفت بعيني أعمدة كهرباء على الطريق الواحد ممكن تعد 5 6 واقعين. واقعين بمعنى الكلمة. لا ده الأسمنت بتاعهم كمان طالع. في المقابل الأعمدة القديمة بتاع الضغط العالي اللي مقابل ليها لا ما جرالهاش حاجة. يبقى عندي مؤشر اللي عمل الاعمده دي عمل غير صحيح. هي اصلا كون الاسلاك موجوده هوائيه كده ما عادش في اي مكان، حتى في القاهره في 6 اكتوبر، حتى في الفيوم بعض الاماكن اصبحت حاليا دلوقتي الاسلاك موجوده ارضي وتخرج من داخل العمود. يبقى اذا نطلب الغاء الاعمده الموجوده عندنا حاليا، اعمده جديده الاسلاك تكون من داخل الاعمده مش هوائيه في الارض. الأمر الثاني مشكلة المياه، وعندي انقطاع المياه في مركز طمية 4 5 أيام. صحيح في تواصل من حد مسؤول عن محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم سيادة الله هشام دره بعد شوية، ناس تدارت 4 أيام. أنا عندي مصالح حكومية كتيرة جدا، عندي مساجد، عندي مدارس، عندي حاجات حكومية، مباني كبيرة، ليه ما يكونش عندي خزانات في كل قرية لمية تكفي القرية دي ولا تستخدم إلا عند الأزمات، وما نشوفش اللي احنا شايفينه حاليا في محافظة الفيوم وفي كل المحافظات وفي كل القرى يكون عندي خزانات مياه يتم استخدامها في الأماكن الحكومية تكفي القرية أو الحي أو المكان اللي موجود فيه. من ضمن برضو المشاكل وصل برنامج مع القادة اتصال كثير من المزارعين. القمح محصول أساسي ورئيسي عند أي فلاح، لما كانت مياه مطر شديد مع رياح فأصيب الزرع خلاص تمشي كده في الغيط، جات لي حتى صور مش عايز أعرض كل اللي جالي عشان وقت الحلقة، لكن فعلا أكيد القمح هيتضرر. ربنا قادر طبعا يخلف هذا الظن ويبارك في المحصول ويكون أفضل عن أي سنة، لكن الناس بتسأل أنا عندي محصول قمح، عندي ديون،
انا لسه مضروب في المواشي، انا لسه منصف القطن اللي عدى، وجاء القمح كان هو الامل وحصل اللي حصل كده. فبنناشد المسؤولين عن وزاره الزراعه والساده الوزراء، هل من دراسه القمح تاثر ولا لا؟ لا قدر الله في حاله التاثير العجز ده الدوله هتساهم مع الفلاح. واحنا معانا الحاج سعد من الفيوم. السلام عليكم حاج سعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج سعد، بنتكلم عن ما حدث خلال الثلاث ايام الماضيه من رياح وامطار، الامر ده ياثر على القمح ولا لا؟ دكتور رمضان، تحياتي لحضرتك يا باشا ولاسره البرنامج الكريم. اهلا بحضرتك يا حاج. برنامج حضرتك يا باشا اللي بيوصل صوتنا للساده المسؤولين يسعدنا ويشرفنا. القمح يا دكتور رمضان، يمكن في جمهوريه مصر العربيه كلها هطلت الامطار بغزاره فغرقت القمح تغريق، غرقته تماما. تمام. يعني مش عمليه ري يا دكتور، ده عمليه غريق. احنا معانا الصور على الهواء مباشره للقمح وما اصابه بسبب المياه والرياح. فقامت الرياح طبعا راحت مرقد القمح كله، رقدت القمح كله، نيمته زي الحصيره زي ما حضرتك شايف كده. تمام. القمح بتاع جمهوريه مصر العربيه بالكامل، لان النطر والرياح دي ده ما كانش في حته معينه. تمام. ده كان في الجمهوريه كلها. كان في الجمهوريه كلها. تمام. فنسبه القمح الفدان اللي كان بيجيب 20 ردب يا دكتور رمضان اصبح هيجيب 10 ردب. ففي خساره دلوقتي على الاقتصاد القومي، والفلاح طبعا وحضرتك عارف ان الفلاح تعبان تعب غير عادي. تمام. فاحنا يعني بنوصل نداءنا للساده المسؤولين يا دكتور ان هم يعني ينظروا في سعر الارداب القمح، ولا يشوفوا تعويضات للفلاح، ولا يعني يشوفوا الوضع عامل ازاي يا دكتور. حاج سعد ان شاء الله سيصل الصوت، واتمنى من مجلس النواب يهتم بهذا الامر، خاصة ما قلت الفلاح خد كم ضربة السنة دي ورا بعض كده في القطن في المواشي، فأتمنى إن هذا الأمر يتم دراسته. شكرا ليك حاج سعد. معانا سيادة النائب محمد سعد مراس عضو مجلس النواب. السلام عليكم سيادة النائب. الله وبركاته، أهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ أخبار معاليك؟ حبيبي الحمد لله بخير والله. سيادة النائب، كنا بنعرض حاليا من شوية برنامج مع القادة بعض الصور لمحصول القمح وما أصابه من ضرر أمس وأول أمس بسبب المياه والرياح. الناس بتسأل هل الحكومة تنظر أو الدولة تنظر ليهم يكون في تعويضات، يكون في أي شيء بسبب إن هو أخذ كم ضربة؟ والله سيادتك يعني الكلام الصح واللي حصل في خلال الأيام السابقة القليلة، يعني طبعا لو حضرتك متابعة تاني كنت عامل طلب مناقشة عامة وتم مناقشته فعلا في البرلمان. تمام. خلال اللجنة. امتى كان؟ تمام. بخصوص سيادة النائب. بخصوص. نعم. يعني الضرر الذي أصاب المزارع تحديدا. تمام. من العوامل الجوية، وهي مثلا السيول واللي حصل ده، وأيضا العوامل الأخرى زي ارتفاع أسعار الأسمدة ومع ثبات سعر محصول القمح اللي بقى له 5 سنين سعر الأرداب ب 600 جنيه فقط وما بيوصلش لهذا الرقم. نفس السعر بقى له 5 سنين. بقى له 5 سنين بالظبط. تمام. طبعا تم مناقشه الموضوع، هذا الموضوع في اللجنه، وتم مناقشته ايضا في الجلسه العامه في حضور السيد وزير الزراعه. تمام. علشان يشوفوا ايه المطلوب، خاصه ان هناك المفروض ان في الموازنه العامه للدوله مبلغ مخصص لمثل هذه الامور، للنكبات والحوادث. تمام. وما قد يطرأ على المزارع بصفة خاصة مبلغ أعتقد أنه حوالي 100 مليون جنيه. هذا المبلغ المفروض للأمور اللي بتحصل فجائية وطبعا بتحصل بشكل يضر الفلاح. هم معتقدين أن حاجات مثلا منتظرين حاجات زي الجراد وخلافه، لكن ما أدار الفلاح حاليا بالرغم من الجهود المبذولة من كافة الأجهزة، ولكن أضير الفلاح ضررا بالغا. تمام. احنا عندنا النهاردة السيول مالت المصارف، مالت الترع ومصارف الصرف الزراعي. تمام. وطبعا المية بقت أعلى من مستوى سطح الأرض المنزرعة. تمام. فبالتالي أغرقت أغلب المحاصيل، فالضرر واقع لا محالة. وللأسف لما بروح المزارع للجمعية الزراعية أو للإدارة الزراعية لعمل معاينة أثناء الحدث
ما بيرضاش حد يروح من معاه معين. طب سياده النائب، ما هو ده هذا الامر يدرس تحت قبه البرلمان يا فندم وتم مناقشته، ولكن انا ليا ادوات رقابيه تم استغلالها كامله. تمام. ما عدا الاستجواب طبعا، عندنا وزير الزراعه لسه للاسف الراجل ماسك الوزاره بقاله زي شهر تقريبا، وبالتالي مش هنقعد نقول ان فلان يشيل ما تركه التركه والكلام ده، هو الراجل بدا كويس، ولكن لابد من النظره من الحكومه باكملها للمزارع اللي هو المنتج اللي هو الفلاح الغلبان اللي ما فيش حد بيسمع كلامه او ما فيش حد بيلبي له طلبه. وللاسف الكل يعلم ان اللجنه مش فلاح وخلاص، ده زراعه وثروه حيوانيه وثروه داجنه وري وخلافه، وكلها تصب في ضد المزارع، وبالتالي ما فيش النظره المطلوبه اللي المفروض تنظر بها الحكومه للفلاح. سياده النائب، انا متضامن مع حضرتك في كل شيء قلته، واتمنى من الساده النواب ينضموا مع حضرتك، ويمكن السيد رئيس الجمهوريه اعلن عن 100 مليار تضخ بسبب تحسين البنيه التحتيه وما اصاب البلد خلال الفتره دي، واعتقد زي ما حضرتك ذكرت اكثر الناس تضررا هذا العام هو الفلاح. شكرا لحضرتك سياده النائب. زي ما قلت لحضراتكم، الفلاح كم ضربه هذا العام، القطن، المواشي، ختمت بالقمح ومحصول اساسي، فلا بد وان يتم دراسه هذا الامر تحت قبه البرلمان، ولا بد ان تصدر به تعليمات وتعويضات لكل من تضرر من هذا الامر. قلت لحضراتكم يعني عشان احل وادير فن الازمات يكون عندي، انا زي ما شفنا كده عندنا قريه طميه، احنا عندنا 5 محطات مياه، اثنين في العزب، اثنين في الحدقه، وواحده في طميه. اللي في طميه بتشتغل على مياه النيل، مياه النيل زي ما قلت لحضراتكم الفيوم مصب نهايه حدود، فالميه العكر اللي في النيل كلها وصلت عندنا في الفيوم، يصعب معها تشغيل محطه المياه اللي في طميه، 4 ايام مفيش ميه، اللي هو هشام دره مفيش في ايده حاجه. انا امبارح كنت في الشارع بلف، انا شفت الراجل بعينيا وهو في كسح المياه. وحاليا دلوقتي معانا على الهواء مباشره سياده اللواء اركان حرب مهندس دكتور هشام دره. السلام عليكم سياده اللواء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك استاذ رمضان، اخبار حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. سياده اللواء، شكرا لمجهود حضرتك خلال 3 ايام الماضيه، لكن الشعب الفيومي عامة ومركز طمية خاصة يتساءل متى تعود المياه مرة ثانية لمركز طمية. وحضرتك المركز طمية أو محطة مياه طمية المأخذ بتاعها في جرزة في العياط على نهر النيل، ده تمام. المحطة الوحيدة اللي بتاخد مياه من نهر النيل مباشرة. تمام. الفترة اللي فاتت جينا حضرتك أول امبارح بالليل فوجئنا أن العقارة زادت جداً، وصلت ل 2000 وبدات في الزياده، وصلت 2950 وده رقم ضخم. تمام. المفروض ان احنا ما بنشتغل على عقاره من 10 ل 12. فطبعا احنا بنتابع كل ساعه معدل العقاره، العقاره دي لو دخلت على المحطه تبوظت. تمام. فاحنا حضرتك بنتابعها كل ساعه، والحمد لله نزلت دلوقتي من 2950 امبارح بالليل دلوقتي وصلت ل 1050. طيب ممكن نتعشى من الله سبحانه وتعالى انها توصل على بالليل كده وتوصل للمعدل الطبيعي. لو وصلت ل 100 او 150 ممكن بمعادلات بسيطه كده في جرعات الشابه نتغلب على الموقف ده ونشغل المحطه باذن الله. يعني سياده اللواء كانت 2950 وصلت حاليا 1950 عشان نقدر نشغل المحطه الا لما توصل لحد اقصى حاجه 150. 100 150 عشان ما تاثرش على المرشحات ونخش في مشكله اكبر يعني. سياده اللواء يعني متوقع امتى ان شاء الله يعني ده؟ والله يا فندم هي دي طبقا لظروف في نهر النيل، بس انا يعني المعدل النزول اللي انا شايفه نتعشى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نشغلها مثلا على الساعه 1 2 بالليل ان شاء الله. الليله ان شاء الله. باذن الله باذن الله لو فضلت العقاره على معدل النزول اللي هي نازله بيه دلوقتي. طيب بشرى لبرنامج مع القاده من سياده اللواء اركان حرب الدكتور مهندس هشام دره، ان شاء الله ربما باذن الله يعني الميه تعود في مركز طميه الليله الساعه 1 ليلا ان شاء الله. سيادة اللواء حاجة أخيرة،
الناس بتسأل هل بالإمكان أن أخزن مياه عندي في مدارس مثلا، في كل قرية، في مساجد، في مصالح حكومية، عندي خزانات كبيرة للأزمات دي؟ هو المفروض حضرتك أن فعلا المدارس بيكون فيها خزانات، والمخابز فيها خزانات، والمستشفيات فيها خزانات، وفي بعض البيوت بيبقى أعلى الأسطح فيه خزانات، بس الخزانات دي خطورتها أن لازم يتعمل لها صيانة دورية. تمام. فلو ما اتعملتش صيانه بقت مصدر ضرر، ما بقتش مصدر ميه كويس يعني. لكن ممكن طالما موجود يبقى لها فايده وهتستخدم في هذا التوقيت. طبعا وجود الخزانه ده مهم يعني. تمام سياده اللواء، يعني في حاجه الناس بتسال عنها كتير، الصرف الصحي، وهنتهز حضرتك، هل من الامكان ان تنتهي محافظه الفيوم في الصرف الصحي في مده قد ايه ان شاء الله؟ والله يا فندم القرض الاوروبي اللي احنا ان شاء الله الاستشاري فعلا مضى العقد مع شركه قابضه بتاريخ 2/2 السنه دي من شهر. تمام. وهيبدا الاعمال على الارض باذن الله ابتداء من شهر 11/2020، منتظر في خلال 6 سنوات القرض ينتهي باذن الله تعالى، ويوصل نسبه الخدمة الصرف الصحي فيه لحوالي 70%. مع المشروعات الاستثماريه اللي هتقوم بها الهيئه القوميه ممكن الصرف الصحي ان شاء الله يوصل في محافظة الفيوم لمعدل عالي 85% بإذن الله. سيادة اللواء، يعني هل في خطة حضرتك مع الدولة معدة جاهزة أنك مش هتتجاوز قرية وتبدي قرية عن قرية، أو لو حد دخل مثلا وسطة ممكن يشيل قرية ويحط قرية؟ لا يا فندم، حتة الوسطة دي مش واردة عندنا خالص. ده حضرتك كان في مكتب استشاري كان اسمه كومينكس. تمام. كان عامل الدراسة دي من حوالي 3 سنوات. تمام. الاستشاري الجديد اللي داخل بيعمل مراجعة على الدراسة دي، علاوة على ان اللي بيتحكم في خدمة القرى هي حاجة اسمها التحليل الهيدروليكي. في عندنا حضرتك الفيوم فيها ارتفاعات وانخفاضات، لها دراسات استشارية، مفيش مجال للوسط خالص في ده حضرتك نهائي. سيادة اللواء اركان حرب دكتور مهندس هشام درة، شكرا لحضرتك. معنا الاستاذ طارق. السلام عليكم استاذ طارق. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام استاذ طارق، لو تكرمت وطي التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. مع حضرتك يا فندم، خلص تحياتي لحضرتك وللمشاهد الاسره البرنامج الكرام. تحت امرك حبيبي. لو سمحت يا فندم، معاك طارق فريد ابو عيطه من سرسنه. تمام. يا فندم، احنا سرسنه في الايام العاديه اسمها القريه المبلله او العائمه او العائمه او الغرقانه. لا تمام. احنا حاليا القريه المبلله والمحاصره، فعلا احنا فعلا محاصرين من كل حاجه. تمام يا فندم. من 5 ايام لا في ميه ولا كهرباء. تمام. ولا والطرق يا فندم غرقانه، الطرق عباره عن بحيرات من الطين. الدنيا متبهدله جدا يا فندم، الناس تعبانه جدا. معانا صور على الهواء مباشره حاليا من قريه سرسنه يا فندم. انا بس وانت حضرتك بتعرض الصور، بتمنى بس من اي حد من المسؤولين لو يقدر يعيش في نفس الصور اللي هو شايفها دي هو او ولاده. اهلا بيه يا فندم. يا فندم سرسنه عدد سكانها حوالي 60,000 نسمه يا فندم، بنعاني جدا جدا من حوالي 50 سنه يا فندم، ما فيش اي خدمه اتقدمت في البلد، سواء صرف، سواء مركز شباب، سواء يا فندم بنيه تحتيه، ما فيش يا فندم. البلد يا فندم غرقانه فعلا، كل شارع وكل منطقه وكل بيت محاصر يا فندم. استاذ طارق ابشرك، كان معانا حاليا على الهواء مباشره سياده اللواء هشام درة، واعلن لبرنامج مع القاده ان المياه ربما ان شاء الله تعود للساعه 1 ليلا هذه الليله ان شاء الله، وان الصرف الصحي هيبدا ان شاء الله في محافظه الفيوم هذا العام في 2020، وهينتهي في الفيوم كلها ان شاء الله خلال 6 سنوات. شكرا لك استاذ طارق. معايا الاستاذ جميل. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي ما عليك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. انا اولا انا بشكرك على اهتمامك بقطاع عريض جدا، وخاصه اهالي محافظه الفيوم، وكل المشاكل انت بتتصدى ليها كانك بتسقف في ايد واحده. انا بس كل ما هنالك ان الساده المحافظين وخاصه الفيوم بيظن ان حدوده الاداريه هي المدن فقط. تمام. وتناسى تماما القرى، وسيادته ما يعرفش ان طرق القرى غير ممهده ولا تصلح حتى لسير الدواب. تمام. وسيادته برضه ما يعرفش ان القرى هي الاكثر تضررا في الامطار مش المدن. كل معده تمهد الطريق للدواب. استاذ جميل. وسياده المحافظ
كل برضه احنا بنتمنى منه ان يكلف علاقاته العامه تنزل وتشوف كل رئيس وحده على حده، وكل رئيس وحده محليه على حده، عمل ايه في المصيبه اللي الناس فيها؟ تمام. وايه القرارات اللي اتخذها؟ وايه اللي نزل على الارض الواقع عمل للناس ايه؟ ماشي. وفي مصايب مدعمه بصور احنا نقدر نرسلها لسيادتك، والله ما حد سال في الناس، هو فاكر بس سيادته ان كل حدود الاداريه هي المدن والشؤون الاعلامي والتصوير. استاذ جميل، حضرتك العنوان اي قريه يا استاذ جميل؟ انا قريه معصر الصاوي تابعه للوحده المحليه لدار السلام. تمام. ويا فندم كمان احنا كمان بنراسل مسؤوله الاعلامي ما بيردش حتى علينا، يكبر خاطرنا بكلمه. استاذ جميل انا بضم صوت وصوت حضرتك وهتابع معاك ان شاء الله بعد الهواء مباشره. معايا الدكتور حاتم حلمي، استاذ مساعد مركز البحوث الزراعيه. السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام دكتور رمضان، ازي سعادتك؟ اهلا بحضرتك، اسعدتني وشرفتني. اتفضل معالي الدكتور. الله يخليك. والله انا كنا في ضيافتكم في القناه قبل كده، وعلى الهواء ترجيت وزير الزراعه السيد الوزير اللي هو السيد القصير المحاسب السيد القصير بانه يعني ينظر نظره كده وزاره الزراعه ويجدد دماء الوزاره ويقيل الناس اللي هي بقى لها عشرات السنين مستقره وسببت فساد في الوزاره ونكسه لوزاره الزراعه. ربنا يحفظك. تمام. الا انه حدث تطورات يعني جديده بتحزن القلب وبتجيب لنا يعني صدمه كده نفسيه، يعني الواحد كان يامل ان يكون في يعني غد مشرق وفي دماء جديده، لكن للاسف يعني انما لعلمنا ومن بعض الزملاء في الاجتماعات مع الوزير احنا نصحناه قبل كده على اساس ان هو رجل مصرفي ناجح وبنقر بهذا وبنحترمه كمصرفي ناجح، الا انه يفتقر الى العلوم الزراعيه، الزراعه لها تخصصات كتير. وبالتالي بيلجا باستشاراته العلميه الى المتخصصين في الزراعه، ومين اللي قدامه؟ قيادات الوزاره الموجوده، وقيادات الوزاره دي بنسميهم كهنه المعبد والفاسدين في مراكز القوى، مثلوا او اصبح لهم مراكز قوى زي مراكز القوى ايام انور السادات وبهاء الحرب. هذا الكلام على مسؤوليه الدكتور حلمي، دكتور حاتم. على مسؤوليتي الشخصيه، وبقول لها لمصر كلها ولسياده الرئيس السيسي بترجاه ولدوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انا راجل كرجل وطني وغيور على وزارتي وعلى بلدي وعلى وطني وعلى المجهود اللي بيعمله السيد الرئيس السيسي في كل مجال وفي كل اتجاه. وهو نفسه قال انا في مداخله قبل كده وفي مؤتمر الشباب انا غلبت وزاره الزراعه والناس اللي بتيجي ما بتحققش نتائج، على الهوا وسمعناه كلنا. تمام. واحنا في ظهر سياده الرئيس وبنأيد سياده الرئيس السيسي بكل اعماله وبكل الانجازات ومصر الجديده اللي بيحلم بيها، احنا كمان عايزين مصر جديده ومعاه. دكتور ايه المطلوب يعني؟ ايه المطلوب من وزير الزراعه؟ في محلك سر يعني، لما وزير الزراعه في اجتماع لسه الاسبوع اللي فات انا ترجيته وقلت له يا سياده الوزير الوزاره كلها سخط على قرارك بتعيين الدكتور علاء عزوز مشرفا عاما ولا رئيس قطاع الارشاد بالوزاره مشرف القناه الزراعيه المصريه، وسبع تخصصات مهمه جدا تقع تحت قطاع الارشاد، الثقافه الزراعيه والمتحف الزراعي والبساتين وغيره وغيره، سبع تخصصات مهمه جدا والارشاد، واخد بال حضرتك؟ ويصر لحد النهارده ما خدش قرار بالنسبه له، وقلت له الرقابه الاداريه اقالته لانه ضيع 100 مليون جنيه لما كان مدير تنفيذي لمشروع التغذيه المدرسيه، وحتى الان لم يحقق ال 100 مليون دول راحوا فين؟ لحتى الان لم تحقق الجهات ليه؟ هو اتفقوا باقالته بس عشان هو بلديات وصديق، انا بعلنها على هوا مصر كلها، صديق الدكتور او بلديات الدكتور صلاح عبد المؤمن الوزير السابق مع احترامي لشخصه قريب رئيس. معالي الدكتور شكرا لحضرتك، وطبعا حق الرد مكفول لاي حد. معايا على الهواء مباشره دكتور محمد عز العرب، استاذ الباطنه ومؤسس وحده الاورام بالمعهد القومي للكبد والامراض المعديه. السلام عليك يا دكتور. معاك سلام ورحمه الله يا دكتور. اخبار حضرتك؟ الحمد لله، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين يا فندم. تسلم معالي الدكتور. معالي الدكتور، احنا كنا بنتكلم في كورونا ما فيش الفيروس وصل ما وصلش، حاليا تاكدنا ان فعلا الفيروس موجود في مصر، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يبعد عنا هذا الوباء، ومع اخذ الحكومه القرار الصائب بتاجيل الدراسه او الغاء الدراسه لمده اسبوعين متتاليتين، نجد ان هناك سناتر تعمل. حضرتك شايف ان مع هذا الامر، وما هي نصيحه الدكتور محمد للشعب المصري عامه؟ اتفضل معالي الدكتور. حضرتك لمست نقطة مهمة، يعني هو جوهر القرار والفلسفة بتاعته إن أنا أمنع التجمعات. تمام. حضرتك
فمنع التجمعات سواء في المدارس او الجامعات، لو قابلها تجمعات مشابهه في السناتر كاني ما عملتش حاجه. اكيد. وتزني حضرتك ان انا اقول برضو يعني المظاهر السلبيه اللي احنا ممكن بنلاقيها، النفس الحميميه بتاعتنا، يعني بتلاقي الناس متلميه على بعض على محطات المترو، في نفس القطارات، في القطار العاديه، في السوبر ماركت، يعني انا عايز الفلسفه، يعني احنا كمواطنين نبدا نخلي بالنا من النقطه دي. في دور على الدوله، يعني مثلا على سبيل المثال لو تسمح لي، اتفضل دكتور، لمعالي وزير النقل والمواصلات ان احنا يعني يكون التقاطر بين وحدات المترو او القطارات يكون مظبوط 100%، ما حصلش تاخير، منعا لتكدس الركاب. دي تمام. ناحيه ثانيه التهويه تكون مظبوطه 100%، وبالنسبه لمداخل المترو ومداخل السكه الحديد زي مثلا محطه كوبري الليمون مثلا الكبيره، المحطات الرئيسيه، يا ريت لو حبذا توفر الكمامات، تمام، توفر المطهرات بشكل عملي بين يعني رحله والتانيه، يتم تطهير القطارات، تطهير محطات، مش ان انا بفول، لا، يعني دي كلها حضرتك يا دكتور تمام. اجراءات احترازيه واجبه تمام. واجبه فدي على المستوى، احنا مستوى بقى كاشخاص، هي مشكلتنا يا دكتور ان اعراض الكوفيد 19 تتشابه مع اعراض الانفلونزا، وانا ما اقدرش اقول ان ده عنده كوفيد 19 ولا الانفلونزا العادية، الكشف ده لازم اجراء التحليل التشخيص، حضرتك عارف تمام. فانا دلوقتي اللي احنا بنقول لو وسائل العدوى هي عن طريق الاختلاط المباشر بالمريض، سواء عن طريق الرذاذ او ان انا بلمس حاجه يكون المريض لمسها، دي فاحنا عشان كده بنقول ايه، لابد من غسيل اليدين بطريقه صحيحه 20 ثانيه بالماء وصابون، ويا ريت الصابون يكون سائل، مع فرك اليد يعني بطن وكف كده وبين الاصابع، دي مهمه جدا. بالنسبه لو واحد مريض ارجوك ما تخرجش من البيت، ولو خرجت من البيت لو سمحت اتجه للكشف الطبي، ولو سمحت تلبس الماسك، والماسك البسه بطريقه صحيحه يكون الناحيه البيضاء من الداخل ناحيتك. تمام. دي نقطه مهمه قوي. طيب تمام. في ناس يعني عندهم نقص مناعه، يعني كبار السن، الناس عندهم سكر، الناس عندهم بياخدوا ادويه بتقلل جهاز المناعه زي الكورتيزون، علاج الكانسر، واخبار حضرتك الناس عندهم امراض مناعيه عموما زي الزئبق الحمراء والروماتويد والالتهاب القولون المتقرح وخلافه، دول اقول لهم خلي بالكم لو انتوا هتركبوا مترو او هتروحوا تجمعات او الكلام ده، البسوا ماسكات. تمام. لازم، تمام؟ تمام. طبعا مساله التعامل مع الاشخاص والتعامل مع المرضى دي، طبعا احنا تدريب الطواقم الطبيه بيتم على اكمل وجه، احنا طالبنا كمجتمع مدني بتوفير اجهزه الكواشف اللي هي بي سي ار، مش من عام مركزيه القاهره بس، لا، توفيرها في كافه المحافظات يا دكتور رمضان، ده لسهوله وسرعه الكشف، ومن ثم لو لا قدر الله لقينا حالات بيتم التقصي الوبائي ومراقبه المخاطبين. دكتور محمد عز العرب، شكرا لحضرتك. دكتور محمد عز العرب استاذ الباطنه ومؤسس وحده الاورام بالمعهد القومي للكبد والامراض المعديه، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، في تواصل مع قريه طبهار الفيوم ان الناس بينشدوا الاهالي انهم يشاركوا معاهم في تسليك الطرق، وخاصه الطرق متضرره، فلبى نداء الحاج عادل، وللاسف بعد ما بيشتغل رئيس الوحده المحليه بيمنعوا، ليه؟ مش عارف، اذا كنا بنناشد المجتمع المدني والكل يشارك ليه يمنع؟ مشاهدينا الكرام، يمكن كنت اتمنى يكون عندي وقت اكتر من كده اتكلم في حاجات كتيره جدا ما لحقتش اتناولها، لكن انا عايز اركز في الدقائق الباقيه سريعه كده، ان السيد المحافظ، السيد نائب المحافظ اللي هو هشام درة، اديتم، تعبتم، اشتغلتم، لكن الازمه لا تدار اثناء الازمه. احنا عرفنا عندنا ايه في الفيوم، طبعا انتم مالكمش سبب في اللي حصل، انتم لسه مستلمين، خاصه السيد المحافظ والنائب جداد لسه في الفيوم، لكن مشكلتنا هي في الفيوم تكلمت عنها، عايزين تبديل اعمده الاناره، والاسلاك تكون اسلاك ارضيه
كابلات زي الدنيا كلها ما شغاله. الحاجه الثانيه، ليه ما يكونش عندنا مجرى مائي للامطار اللي هو السيول؟ مش هيكلفني كتير، دي ماسوره بلاستيك هتتحط في كل الطرق مع فتحات معينه، اي ميه تنزل تنزل في الماسوره دي خاصه فقط بالطرق. اللي حصل عندنا في الكهرباء كم شاب بكم طفل كم ماشيه كله ماتوا بسبب مس كهربائي. مين يتحمل المشكله دي؟ فين شركه الكهرباء اللي ما بترحمش حد فاتوره بتجيلها؟ احنا عندنا الناس كلها في كل القرى في كل المراكز في كل المحافظات هي مشكله واحده يا جماعه، الارض صعب تتعامل معها. في قرى بالفعل زي ما يكون حبستهم كده، لا حد عارف يطلع ولا حد عارف يدخل في القريه. في بيوت التجمع الخامس مدينتي، احد المهندسين الاستشاريين قبل الهوا بيقول لي الميه وصلت الدور الاول، يعني الدور الارض كده الميه عدته. ليه عم الكلام ده؟ قال لي لان في منخفض حوالي 40 متر في الاماكن دي عن باقي القاهره، ف40 متر المكان واطي مع عدم وجود رؤيه وتاسيسيه وتخطيط قبل ما نشتغل. للاسف احنا بنقول عايزين نعمل في مصر بنيه تحتيه جديده، فلازم نتعامل المره دي بقى بجد. في اي لجنه تخطيطيه يفترض قبل ما حد يبني طوبه في اي مكان، انا عندي المخطط موصل لها صرف صحي، موصل لها كهرباء، انا عامل ليها طرق. لو عملنا الحاجات دي يا جماعه تفرق معانا كتير. ناس كتيره جدا جدا كانت بتسال وتقولي العاصمه الاداريه والمصروفات اللي الاداره عماله تصرفها على العاصمه الاداريه، مش كنا احنا اولى بيها؟ يا حبيبي افهم الاول الدنيا ماشيه ازاي. العاصمه الاداريه زيها زي ارض مصر في كل مكان، تاخدها ببلاش الا ربح، ما كانش ليها اي ثمن خالص. لما اتعمل لها طرق واتعمل لها تخطيط، المتر بيتباع فيها في بعض الاماكن ب 25,000. الفلوس اللي اتصرفت على العاصمه الاداريه الدوله ما دفعتش من ميزانيتها حاجه خالص، بالعكس دي الدوله خدت، وهو ده الفكر خارج الصندوق. انا لما الاقي عندي مدارس حاليا في منطقه سكانيه صعب الطلبه تطلع وتدخل، انا يكون عندي فكر استثماري ابيع المكان ده وانقل المدرسه في مكان تاني. لما يكون عندي مصالح حكوميه اصبحت الان صعب توصل ليها، صعب تركن عربيتك في نفس المكان، ليه ما يكونش عندي فكر استثماري ان انا ابيع بكم الاراضي دي كلها اقدر اشتري ارض وابني مبنى افضل من المبنى واعمل خدمات؟ هو ده اللي بنتكلم عليه يا جماعه، وده اللي فرق ما بين واحد وواحد، اداره واداره. مصر مش عايزه مديرين عاديين، مصر عايزه قاده، صاحب قرار ياخد راي ويفكر ويدرس. التخطيط يا جماعه مش مهندس يمسك لي المحافظه، هو التخطيط هو ده المهندس. ده انا عندي مساحه ترفع، عندي مهندس معماري، عندي مهندس تخطيط، عندي مهندس مدني، بكل حاجه قدامي تصور، مناسيب، ارتفاعات، كل الحاجات لازم تدرس يا جماعه. المشكله انت بتدخل الحي مين مهندس التخطيط؟ فلان الفلاني. تبني المكان في اي محافظه، في اي مكان ابني وخلص، وبعد ما نخلص مباني كلها نعمل لها بقى تخطيط. ايعقل يا جماعه احنا بنلوم على الدوله وبقول سياده المحافظ والنائب واللي هو هشام دره ممكن كان عندنا خطط بديل افضل من كده؟ بقول برضو للشعب للمواطنين عاديين، احنا اللي سمحنا ان واحد يتعدى على الطريق، احنا اللي سمحنا ان قرايبنا واهالينا على المصارف يبني عليها، احنا اللي سمحنا ان الشوارع تبقى ضيقه قوي، وعشان ان انا بتحرج، وعشان ده قريبي، وعشان بلديت انا ما بتكلمش، واحنا اللي بنحاسب على المشروبات دلوقتي حاليا. لابد ان الدوله يكون عندها قرار الان، اي انسان متعدي على مصارف، على املاك دوله، على طرق، ايا كان هو موقعه ومنصبه ومن يسانده، لابد الان ان تنتزع منه، لابد. المصيبه يا جماعه البسطاء ما بيعملوش كده، تخيل الاغنياء بس هم اللي بيتعدوا. ليه بقى؟ هو عنده واسطة، هو يظن أنا أكبر من القانون، يظن أنه أكبر من الدولة. الآن إحنا في مشكلة فعليا، بعض القرى محاصرة، ذنبهم في كل من كان سبب في تضييق الطريق أو عدم إن الناس تمشي، حتى في طرق عندنا ما ينفعش إنسان يمشي فيها بمفرده، مش بعجلة ولا بموتوسيكل ولا بعربية، لا لا، حتى على القدم مش عارف يمشي، وأعمدة إنارة متهالكة. أسأل الآن أين المبالغ التي تجمع من الكهرباء؟ أسأل الآن أين التخطيط الذي يتم في المحافظات؟ أسأل الآن
أين التخطيط في كل مكان؟ في حد معانا على الهواء؟ طيب أنا وقتي خلص، نصيحة أخيرة للشعب المصري، والله ربنا حافظ مصر، والأزمة اللي حصلت دي عشان تخلي كل واحد منا جريء يتكلم بصوت عالي، لا يخشى في الله لومة لائم. لا احنا مع التطبيل المبالغ فيه اللي يوقع البلد، ولا احنا من الناس اللي كارهه البلد ومش شايفه اي حاجه حلوه فيها، احنا صوت العقل. انا ممكن أأيد حضرتك سياده المحافظ معالي الوزير دوله رئيسه، أأيد حضرتك في كل قرار يخدم مصر، واعارض في قرار انا شايف ان هو ضد مصلحه مصر، فاي مسؤول. انا لست مطالبا بالتطبيل 24 ساعه لحضرتك، ولست ممن يدعي انه يريد اسقاطك، لا، انا اريد نجاحك. نحن في خلفك، في كل انسان ناجح، كل انسان يخدم اهلنا يخدم بلدنا نحن نخدمه. اسال الله ان يحفظ مصر بحفظه، اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر وامنها، اللهم احفظ مصر ومن احبها. الى ان التقي بحضراتكم في الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.